موضوع حلقتنا اليوم باش يكون على الرياضة في شهر رمضان. بطبيعة فما برشا عبيد ماشي في بالهم وقت اللي ما يعملوش السبور في رمضان يتعبهم، يقول لك لا نحس بدوخة، يقول لك نعطش، نخسر الطاقة متاعي، ما نجمش نكمل نهاري. هذوما الأسئلة الكل باش يجاوب عليهم ضيفي اليوم الكوتش فارس العويتي. عسلامة فارس، مرحبا بك. مرحبا بك انت زادة، مرحبا بالناس الكل. ان شاء الله يتعدى رمضان كما نقرأ به ربي، نرجع به للسبور زادة، خاطر في رمضان عنا برشا فوائد يعاونونا في السبور. فارس، احنا بالطبيعة في شهر رمضان برشا عبيد تبعد على الرياضة وبرشا حاجات تتبدل، يقول لك ليه مش كيما وقت الإفطار كيما وقت الصيام. كيفاش نمارسوا الرياضة في شهر رمضان دون أعراض سلبية؟ أول حاجة حاب نقولها اللي احنا في رمضان ديما اللغة العامة متاعنا اللي هو يقول لك رمضان، لا ماجوريتي يقول لك نقص سبور في رمضان، نحب نعمل بوز نرتاح، اللي هي فكرة غالطة برشا. ما لازمش نقص سبور في رمضان، في رمضان بالعكس فرصة على خاطر ديتوكس هذا باش نرجعوا بالعكس نجم نوصل لوبجيكتيف اللي حشنا به بطريقة سريعة ونستحفظوا على اللياقة البدنية نتاعنا. دونك هوني نجمو نقدمو ونرجعوا نترانيو، كو سوا باش نعملو غوميزون فورم ولا كو سوا باش نوصلوا اوبجيكتيف اللي هو حتى نجمو نربحوا شوية ماس ميسكولير. دونك هوني جينيرالمون ما نجموش نلقاو أعراض سلبية إلا ما تبدا عنا أمراض مزمنة ولا عندنا مشاكل نتاع باريزومبل نوم ولا ماكله ولا ماء نقص ماء. دونك هوني الحسه الوقت نتاع الحسه هو المهم اللي باش يخلينا ما نوصلوش الاعراض السلبيه. باهي، وكيف نجمو نمارسوا الرياضه في شهر رمضان والاوقات نتاعها؟ بطبيعه احنا باش نحكيو على الاوقات المناسبه نتاعها. بالنسبه للاوقات المناسبه، الاوقات المناسبه سولون لي زوبجيكتيف اللي نحبوا نوصلوا لهم. باهي، عندنا ثلاث اوقات بالنسبه اللي عنده اكسين تاع بوا. دونك هوني سورتو الكلام هذا موجه على برشا عندهم مشاكل كسوا السمنه وزياده في الوزن وما تبعه. دونك هوني بالنسبه اللي عندهم اكسي برشا تاع بوا، دو بريفيرونس يترنوا بين نص نهار وما ثلاثه، هكاك تولي طول طول لا جورني ينجم يزيدوا يحرقوا اكثر، وهكاك نجموا في شهر رمضان يعاونهم باش يوصلوا لوبجيكتيف ما نجموش يوصلوا له في الايامات العاديه. اوكي، دونك الوقت الثاني اللي هو يحب تنقص شويه ماس غريسوز قبل جاق الفتره بساعه ينجم يمشي يترنى يعمل اونتر 30 و 45 مينوت ماكسيموم ويمشي يروح يعمل دوش تاك 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 يشق فتره خويا مخو مرتاح يعمل وجبته. كسوا بالنسبه للعباد لافونسي انا نقولوا احنا لي زيليت ينجموا دوك يترنوا ساعه كامله ما يقلقهمش، يقسموا وجباتهم خمسه وجبات اون توكا من ثلاثه الى خمسه سته وجبات كل واحد ونيفو نتاعو كل واحد وشنو نظامو. باهي، بالنسبه للعباد اللي تحب تزيد شويه في الماس ميسكولير ولا للمانتيان اللي يحب يستحفظ على الكتله العضليه نتاعو بعد شقان الفطر، احسن حاجه للعباد اللي يحبوا يخدموا الميسكولاسيون. باهي كوتش، احنا برشا يتسالوا علاش ما نقصوش الرياضه في شهر رمضان؟ ما فما حد شيء خلينا نقصوا الرياضة في شهر رمضان، على خاطر كما قلنا في شهر رمضان راهو سبور ديتوكس للبدن يعاوننا باش نتجاوزوا عديد من الأمراض وباش نحسنوا مرواحنا وباش نحسنوا من اللياقة الجسدية نتاعنا. دونك نقول ننصح الجميع الكل ورد بالكم تقصوا سبور في رمضان، بالعكس هوني نرجعوا ونستحفظوا على رواحنا ونشربوا برشا ماء ونحسنوا من الماكلة نتاعنا، اي سورتو الماكلة نتاعنا ما نقعدوش وناكلوا البريك والمقلي والزيوت والكافتيجي والجو هذاك. دونك نحاولوا نقسموا وجباتنا وننظموا روحنا، نشربوا برشا ماء، ناخذوا دي كومبليمون، ناخذوا دي فيتامين نتاعنا، هكاكا نجموا نحسنوا من روحنا ونقدموا خير. ورد بالكم تقصوا سبور في رمضان يا جماعه بالعكس، اي سورتو اللي عندهم اكسين تاع بوا. دونك كيما قال لكم الكوتش للعبيد اللي فاهمين فكرة على السبور بالغلط اللي هو يلزم يقص في رمضان، كما قال لكم ما يلزمكمش تقصوا سبور في رمضان، بالعكس يلزمكم تواصلوا. به شنو هي فوائد الرياضة؟ الفوائد الرياضة اللي هي أول حاجة ساعة تعاوننا باش نبعدوا على الأمراض والأعراض السكري وضغط الدم، وهي تعدل لنا زادة الكوليسترول في الدم وتعاون زاد على السيركيلاسيون سانغين، معناها نبعدوا هوني على توسكي موفي سيركيلاسيون سانغين، دونك وتقوي عضله القلب، ونبعدوا بون نبعدوا وننقصوا من الجلطات عافانا وعافيكم الله وامراض السكت القلبيه. دونك هوني ديجا هذايا كي نقول هكا ديجا معناها نسمى ديجا هذايا دوي دوي معناها مع عند ربي معناها. تقول اللي هو الرياضه مفيده للامراض المزمنه زاد تعاونهم باش ابار اللياقه الجسديه وابار لي زوبجيكتيف الاخرين اللي نجموا نعملوهم نحسنوا من اللياقه نتاعنا نتفاديو برشا امراض.
والرياضه راهو اختصاصات، معناها كيما نقولوا احنا راهو مش الناس الكل تعمل سكولاسيون، فما اللي يجم يعمل سباحه، فما اللي يجم يعمل تجديف، فما اللي يجم يعمل مارش، فما اللي يجم يعمل ترومبولين، فما ستيب، فما لي كور كوليكتيف، راهو كل واحد والامبيونس نتاعو، وكل واحد وين نجم هو يلقى راحته باش يقدم ويلقى الامبيونس نتاعو، على خاطر هوني ندخلوا في كل واحد وشنو كيفه في السبور. والوقت اللي يساعده بالطبيعه. والوقت اللي يساعده بيان سور، والوقت اللي يساعده سولون هو اللياقه نتاعو. كانوا هو عنده ماس ميسكولير باهي يستحفظ بعد شقل فاتي نجم يعمل ساعه غير ربع نص ساعه. بالنسبه للجماعه ليزيليت ياكلوا مليح نجم يعملوا ساعه سبور ما يقلقهمش خاطر يبداو فاهمين رواحهم. كاتش شنو هو العوارض السلبيه اللي تخلينا نقصوا على الرياضه؟ العوارض السلبيه اللي تخلينا نقصوا على الرياضه هو جينيرالمون ما نلقاوش عندنا اعراض سلبيه كي نبداو عاملين بيلون ونعرفوا روحنا اش عندنا وما عندناش وبداو منظمين. ماكلتنا في وقتها، نومو في وقته، هكاك ما نجمش يكون عندنا اعراض سلبيه. الاعراض السلبيه يصيروا كان كي تبدا عندك نقص ماء، نقص ماكله، ديابيتيك، تجاوزت الوقت المعتاد عليه في الرياضه، هوني نجم يصيروا مشاكل. سينو راهو رمضان عمره ما كان مشكله مع السبور، بالعكس رمضان يخلينا نقدمه في السبور. كاتش احنا وصلنا لنهايه حلقتنا، شنو هو النصيحه اللي تقدمها اللي يمارسوا الرياضه في شهر رمضان؟ دونك هوني النصيحه اللي نعطيها لكم يا جماعه اللي نقول لكم ابعدوا من البخل ويزيوا من القعده في الدار، هكاك راهو باش تراكموا ستريس والمشاكل وكل شيء، وكنت عارفوا احنا تونس كلها تبارك الله مشاكل وكلها عراقيل وكلها ضغوطات سيرتو في العمل وما تبعه. دونك ارجعوا للسبور، ارجعوا ترانيو، شهر رمضان هذايا فرصه باش نتقربوا لرواحنا وفرصه باش نحبوا رواحنا وباش نغزروا لرواحنا، على خاطر راهو اللياقه الجسديه نتاعنا مهمه ياسر، سيرتو كي باش نرجعوا وننظموا ماكلتنا ونحسنوا من اللياقه الجسديه نتاعنا. دونك اي واحد ننصحوا قاعد في الدار راهو يخمم اللي يقول باش نبدا باش نعمل خطوه لقدام وباش نبدا في الغوميز فورم تاعي، دونك باش نبدا نعمل حتى دو سيونس في الجمعه مش مشكله، نرجع قبل شقان الفطر نجم ترين شويه، نجم نعمل مارش، نجم نخرج، دونك هكاك راهو نحسن مرويحنا ونبعدوا على برشا امراض، وهكاك نجم نقدموا في حياتنا ونبعدوا من النوسيون تاع رمضان شد الدار، رمضان بوز، هكاك بالعكس في رمضان تولي تسمن هكاك تولي ما عادش نجم تقدم، خاطر باش ناكلوا ماكلة الدار وباش ناكلوا برشا وباش نثقلوا ونولي ما عادش نتنفسوا في الليل ونتخنقوا في الليل نقعدوا في الدار ولا يجينا النوم على بكري وبعد نعود نقوموا نتسحروا، دونك هوني نظموا رواحنا وننصحكم ارجعوا للسبور. والسلام عليكم. شكرا لك فارس العويتي على حضورك معنا اليوم. مرحبا بكم انتم برنامج صحتك تهمنا. اعزائي المشاهدين وصلنا الى نهايه حلقتنا اليوم، ان شاء الله الرياضيين الكل وحتى اللي ما همش رياضيين ننصحهم باش يعملوا سبور، وان شاء الله في حلقه قادمه وشهيه طيبه للجميع والى اللقاء.